السلام عليكم. في الفيديو السابق تعرفنا على برنامج زوتيرو وعلى الأهداف من هذا البرنامج، وأيضا شفنا كيفية تنزيل هذا البرنامج على مستوى ويندوز. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش نقدو لبيبليوتيك ديالنا ديال الريفيرونس على مستوى برنامج زوتيرو. كما كتلاحظو هنا كيكون لا بيبليوتيك او نيفو ديالها كنلقاو مجموعه ديال لي كوليكسيون. كل كوليكسيون كيكون فيها مجموعه ديال لي زارتيكل اللي استعملنا باش نقادو واحد لارتيكل سيونتيفيك ديالنا. دونك مثلا انايا عندي لا كوليكسيون 2 فيها لي زارتيكل ولا لي ريفيرونس des articles خدمت بهم واحد article scientifique. La collection 4 ديال un autre article ou la collection 3 ديال un autre article. Bon. دابا كيفاش comment créer ma bibliothèque au niveau ديال Zotero. Bon, غنمشي للفايل new collection وغنعطي لهاد لا nouvelle collection الاسم اللي انا بغيت باش نبقى عقله او نبقى عقل على لارتيكل على لي ريفيرونس ديال شاك ارتيكل قديتو. مثلا بغيت نخدم على لا كروسونس جراوت اوف مثلا واحد لاسبيس دو بواسون سندي مسيو بيركا. اوكي بون، عطينا هاد لو نو لهاد لا نوفيل كوليكسيون. غتلاحظوا انها تقدات لي او نيفو ديال لا بيبليوتيك. جو في الي سور جوجل سكولر مثلا، جو في تابي جراف اوف بيك بيرش مثلا. خدمت بهاد لارتيكل بهاد لا ريفيرونس ديال هاد لارتيكل هذا، تبازيت عليها باش نقد ان ارتيكل سور لا كرواسونس دو سندر لو سوبركا. وغنتسنى لو تيليشارجمون ديال لارتيكل. دونك كاين مشكل شويه ديال لا كونيكسيون ثقيله شويه، دونك جو في اتوندر باش المعلومات كامله اللي كاينه او نيفو ديال هاد لارتيكل يقراها لو لوجيسيال زوتيرو. غنمشي لاكستونسيون اللي كنا شفنا قبل. بون، لا ريفيرونس او بيان لارتيكل il va être غادي تيليشارجا اوتوماتيكمون او نيفو ديال زوتيرو. باش غنرجع لزوتيرو غنلقى بان لارتيكل تيليشارجا اوتوماتيكمون، وكاينين كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون سات ارتيكل. يعني كنلقى لو تيتر، كنلقى لوتور او بيان لي زوتر اوتور، كنلقى لو فوليوم، كنلقى لو جورنال، كنلقى لي سو، كنلقى لا دات. دونك توت لي زانفورماسيون كونسيرنون سات ارتيكل دونك تانتيغريت او نيفو ديال زوتيرو. بون، مثلا خدمت بهاد لا ريفيرونس دو سات ارتيكل، جو في فير لا ميم شوز. دونك جو في الي غنمشي لاكستونسيون اللي ديجا شفناها في الفيديو السابق. دونك اون فوا الى كليكينا سور هاد لاكستونسيون، دونك لارتيكل il va être téléchargé automatiquement sur Zotero. بون، فاش غنمشي او نيفو ديال زوتيرو غنلقى بان هاد لارتيكل حتى هو تانتيغرا اوتوماتيكمون او نيفو ديال زوتيرو. دونك غنلقى المعلومات الخاصه به حتى هو، دونك لو جو لو تيتر دو لارتيكل، لي زوتور، لو فوليوم، لي سو، لي باج اي لاني ديال لارتيكل. هو مثلا لا ميم شوز، دونك غندير اون تروازيام ريبيتيسيون. بون، غنمشي او نيفو ديال لارتيكل، غنمشي او نيفو ديال ليكستونسيون. فاش غنشوف او نيفو ديال ليكستونسيون غادي لا سات ارتيكل il va être téléchargé automatiquement lui aussi sur Zotero. Et bon.
Bon, on y can choose sur Zotero. Donc, Adelkao, l'article, bien la référence, l'article est déjà intégré au niveau d'IA Zotero avec les informations, le titre, les auteurs, le journal, le volume, l'issue, les pages et l'année. Bon, c'est facile. Bon, la même chose, nous pouvons faire pour les articles Kamli, les références d'IA. Donc, maintenant, on a la collection Diana via les références que nous avons. Bon, comment les références au niveau de Word? Bon, on sur Zotero. Add ou bien Edit Citation. OK. Je vais cliquer Classic View. Date and Close. OK. غنمشي لهاد اد اديت بيبليوغرافي. دونك لا بيبليوغرافي اوتوماتيكمون لا ريفيرونس ديالنا غادي تقاد اوتوماتيكمون. لا ميم شوز غنعاودها لي زوطخ. Classic view to effect, donc le deuxième article. OK. Bon, et ben, donc automatiquement, xbetly la référence pour le deuxième article. Donc la même chose, on a le troisième article. Et ben, automatiquement, xbetly la troisième référence. Bon, voilà les références libres à l'heure. ولكن Zotero qui est un logiciel limité. Mais à 100% غادي يعطينا les références مقادين كيف ما بغيناهم. Donc quelquefois qui a tadak chi مخربق, donc ضروري خاص الواحد يدير des corrections manuelles ou خاصو يعاود يفيريفي هذوك les références. Bon, كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا كيفاش تقادوا لي ريفيرونس بيبليوغرافيك ديالكم سور زوتيرو ا بارتير دو لوجيسيال زوتيرو. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. ا لا بروشين فيديو.